قبل ما يطالب ابناء روبرتينو بضربه جزاء بعد تدخل على فخر الدين قلبي، لكن الحكم يامر بمواصله اللعب. الدقيقه 24 هجوم معاكس للستايده، الباغولي يوزع في ظهر الدفاع، فخر الدين قلبي يروض وبصنعه كبيره يغالط الحارس بن ايوب ويمضي على الهدف الاول في اللقاء. هدف استفاق بعده النجم الساحلي وامسك بزمام المقابله.